بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، أهلا بيكم في برنامجكم كلام في كلام. الحلقة دي هنتكلم فيها عن حكايات كتير قوي حصلت على مدار الأيام الماضية في الأسبوع الماضي، أهمها المبادرة المصرية بخصوص الشقيقة والشعب الشقيق الليبي وما يحدث له على أرض الواقع من إرهاب وأطماع واحتلال. ثانيا هنتكلم عن كورونا اللي ما زالت بتحتل الصدارة في كل نشرات الأخبار وكل الأحداث والتي يعاني منها العالم ككل. كورونا أصبحت يعني في طريقها إلى الانحدار والانكسار والانتهاء بإذن الله. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نسب الإصابات وصلت على مستوى العالم حوالي 7.5 مليون، نسبة التعافي وصلت 3.5 مليون، فده يعني مؤشر كويس جدا. نسبة الوفيات تجاوزت 400 ألف على مستوى العالم حتى الآن. لو بصينا للترتيب بتاع الدول، العشرة الأوائل بتحتلها أمريكا بنسبة 2 مليون إصابة ويزيد، نسبة وفيات تتعدى 100 ألف، يليها بعد كده البرازيل ثم روسيا ثم الهند ثم ألمانيا وأخيرا إيران. بالنسبة لترتيب مصر يعتبر حاجة و50، ورغم ذلك يعني الأسباب اللي وصلتنا إن إحنا الأرقام عليت عندنا هو الفترة بتاعت الأعياد والتلاقي الناس ببعضها، وهي دي اللي مخليها الأعداد اليومين دول تعلى بهذا الأمر، ولكن هي في طريقها للانكسار، وده اللي أكد عليه كل العلماء والباحثين على مستوى العالم. ووجد ليها أدوية كثيرة وأمصال الحمد لله على مستوى العالم، ومصر بالفعل بدأت تنتج دواء وبيتوزع من خلال وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة المعنية بالحجر الصحي وعلاج كورونا. هنلاقي ان الهند وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا ضمن الترتيب بتاع العشر دول الأولانيين، والأمر عندهم رغم ان الأعداد كبيرة جدا أصبح غير مخيف، لأن عرفوا حقيقة الأمر وعرفوا لما نعرف الداء بنوجد له الدواء، وما من داء إلا ربنا سبحانه وتعالى خلق له دواء، لكن بيخلي البني آدم يعرفوا إمتى ويبصروا بيه إمتى. هي دي القدرة الإلهية، ولكل شيء يعني مقياس عند ربنا سبحانه وتعالى. بخصوص الأمر الداخلي بقى في مصر، بننصح بس إخواتنا وأهالينا وناسنا المصريين بالالتزام بالتعليمات، لأن لغاية دلوقتي حوالي 60% ربنا كرمهم وأصيبوا وتعافوا وبقوا زي الفل ومش هيرجع لهم حاجة تاني. المجموع الباقي عايزينه يشفى برضه بسرعة وترجع الحياة كما كانت، ويصبح كورونا دوت زيه زي الإنفلونزا العادية ونتعافى كلنا منه بإذن الله، وربنا يعافينا ويعفوكم. هيكلم معانا النهاردة الأستاذ الدكتور إسلام عنان، وده أستاذ الاقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية صيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، وهذا الرجل من ضمن الفريق البحثي اللي يعني بذلوا جهد خلال الفترة اللي فاتت ديت، وهنتعرف منه على آخر المستجدات في عالم كورونا. الدكتور إسلام معانا يا جماعة؟ طيب عقبال معانا الدكتور إسلام. يا دكتور مساء الخير. ازاي صحت معاليك؟ الله يخليك. والله كنا عايزين نعرف منك اخر المستجدات على الساحة بالنسبة لكورونا،
وتداعياتها وبالنسبة لمصر كمان بالذات يمكن على مستوى العالم. قلنا ان الاعداد تجاوزت 7.5 مليون، لكن في نفس الوقت نسبة الشفاء وصلت لفوق 3.5 مليون. ف ده صحيح. احنا عموما ابتدينا نشوف بلاد خلاص يعني الموجة الاولى تقريبا انتهت، ايوه بلاد في اوروبا طبعا وغرب وجنوب اوروبا، في بلاد لسه زينا حاليا احنا يعني عايزين نحدد احنا في ذروه ولا لسه متجهين ناحيه الذروه، ان شاء الله هنعرف الاسبوع اللي جاي، زينا وزي السعوديه وزي امريكا الجنوبيه وامريكا، وفي بلاد خلاص يعني سجلت 0 اصابات حوالينا بقالها اكتر من اسبوعين ثلاثه زي الاردن. وانت ذكرت نقطه كويسه جدا، موضوع التعافي، احنا لغايه دلوقتي التعافي عندنا في حدود 25 ل 30% كنسبه. احنا عايزين نوصل زي المغرب مثلا، المغرب امبارح اعلنوا في مؤتمر صحفي ان نسبه التعافي وصلت 90%، 90% من اللي جالهم كورونا في المغرب خفوا خلاص. دي حقيقه. فنامل ان شاء الله ان احنا نمشي على نفس التراك، احنا انتهجنا يعني سياسه صحيه مختلفه من بعد العيد. ويعني حاليا ابتدينا نشوف التزام جيد ما كناش شايفينه الصراحه في رمضان، يعني لو نزلنا دلوقتي تقريبا ما فيش حد مش لابس كمامه. التوسعه في القدره الاستيعابيه بتاعت المستشفيات اتحسنت. صحيح لسه قدامنا كتير، يعني ما نقدرش نقول ان احنا كده خلاص مغطين اي ازمه سياسيه تحصل او ازمه صحيه قصدي تحصل لو تفاقمت الارقام، بس احسن طبعا من الاول بضم 300 مستشفى الجداد. نعم. وعموما كل اللي بيحصل سواء من المواطنين كتوعيه او كسياسه صحيه لتزويد المستشفى السراير هي عشان في الاخر نخلي الشخص المصاب ما يعديش حتى ليه. ده الطريقه الوحيده قدامنا، ده كسر معامل الانتشار اللي تخلي الذروه تيجي وتتكسر وارقام تبتدي تقل. هو البعض كان بيستغل الازمه يا دكتور استغلال سيء وسياسي من قنوات الفتنه والجماعات المغرضه. عايزين نوضح للناس حكايه ان كبار السن والامراض المزمنه ازاي كورونا اثرت فيهم، وان ان 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 كورونا عند كبار السن هي اثرت اكتر. ده صحيح. يعني خلينا نتكلم عن النقطتين، نقطه كويسه جدا يا دكتور. فكره الكبار السن في البيت، يعني نقول لهم يا لو سمحت ما تتفرجوش الا على قنوات بتقول كلام محترم. نعم. طالع من دكاتره مش من قنوات ممكن تاذيهم نفسيا. أكيد. لأن كان في فترة من كتر الإشاعات اللي كانت بتطلع كان أي حد الناس أصبح عندها حالة هلع نفسي، والحالة النفسية بتؤثر أكتر من المرض العضوي بكتير. بالظبط، يعني الناس دايماً بتسأل وأنا إزاي أحسن مناعتي؟ مناعتي تبقى كويسة. نعم. وآخد أدوية إيه؟ بنقول لهم يعني النوم وعدم القلق أحسن بكتير من أي دواء للمناعة. أكيد. فالستريس والاخبار والاشاعات بتقلل المناعه، فللاسف يعني لو حد جاله الفيروس كوفيد 19 بالنسبه له بيبقى اشد. فلكن هو عموما كبار السن والناس اللي عندهم امراض مزمنه زي الضغط والسكر والناس اللي عندهم مشاكل في المناعه اميونو كومبرمايز، نعم، دول اعلى الفئات المعرضه ان يجي لهم اعراض شديده لو جالهم كوفيد 19. نعم. فدول اكتر ناس محتاجين ان هم الفتره دي ياخدوا بالهم. احنا قلنا لو في دلوقتي خطه تعايش والناس نزلت الشغل، خطه التعايش دي مش معناها ان احنا خلاص خلصنا واي حد ممكن ينزل الشارع. لسه كبار السن، الناس اللي عندهم مشاكل في الضغط والسكر، الناس اللي عندهم مشاكل في الصدر والمناعه مفروض يكملوا قاعده في البيت لو يقدروا على قد ما يقدروا، لو ما يقدروا ما ينزلوش الشغل ما ينزلوش. طيب بالنسبه للصين اعلنت يا دكتور النهارده ان هي فعلا افرجت عن دواء وبدا يتناول داخل المستشفيات وداخل العامه ومصل في نفس الوقت، وحتى اللي عنده بوادر كورونا بياخده للوقايه وجايب نتائج عاليه جدا. حضرتك عندك فكره عن هذا الدواء؟ المصل موجود على clinicaltrials.gov، عرفنا نجيب المانسكريبت بتاعه وعرفنا نشوف تفاصيله. هم حاليا في فيز 3. هو الصين واوكسفورد وانجلترا واللي احنا يعني تعاقدنا معاهم هنا في مصر. نعم. الاثنين دخلوا فيز 3، دخلوا المرحله الثالثه في انتاج الامصار. نعم. خلينا نقول للمشاهدين سريعا كده، هو في مراحل دايما التجربه على الحيوانات البري كلينيكال، لما تخلص التجربه على الحيوانات والتجارب السريريه خلصت برضو الحمد لله. التجارب السريريه المرحله الاولى والثانيه، وهم داخلين في الثالثه، هو لازم الثالثه تخلص عشان يبقى موجود رسمي.
الفاكسين الصيني او الانجليزي اللي من اوكسفورد اللي هو الاستنشاق، الاثنين في المرحله الثالثه. هم انتجوا يعني دايما الشركات بتنتج بدري عشان تحسس الناس وتطمن الناس ان احنا غالبا متاكدين من نتائج المرحله الثالثه، وعشان يبقوا جاهزين بعد المرحله الثالثه على طول للتوزيع. فهتلاقي ان هم انتجوا في حدود 5 مليون وحده في الصين، واوكسفورد انتجت 2 مليون وحده عشان يبقوا جاهزين بعد الابروفل. بحيث هم بيقولوا لو لا قدر الله النتائج طلعت مش كويسه بعد المرحله الثالثه ما خسرناش كتير، يعني ما انتجوش كتير. ده بالنسبه للامصاب. العلاجات ما كانش ليها مكان رسمي للنشر، فما قدرناش نوصل. نحن دايما ما بنحبش نجيب الاخبار من الحاجات المتداوله والصفحات المتداوله. لما شفنا وزاره الصحه في الصين والمواقع الرسميه للادويه ما لقيناش عنه معلومات كافيه للاسف. طيب ماذا 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 عن الدواء المصري اللي بدا يطرح في المستشفيات وجايب نتيجه كويسه جدا؟ ده انهي واحد يا دكتور؟ اللي هو الريميد، معلش انا الاسماء. رامدزيفير. رامدزيفير حاليا احنا عندنا دلوقتي في البروتوكول الهيدروكسيكلوروكوين. ايوه رامدزيفير، وكان في التاميفلو. حاليا في البروتوكول التاميفلو ما بقاش بينطح بيه خلاص. وبس احنا عايزين نقول للناس الادويه اللي هنقولها دي ما حدش ينزل يحاول يدور عليها، ما بتتاخدش وقايه، ما حدش يدخلها في البيت، ما حدش يشيلها في البيت. دي لازم تاخد المستشفى تحت اشراف دكتور يعني. بالتاكيد. ما هي ما بتصرفش غير من خلال وزاره الصحه والمستشفيات بالضبط. كمان اللي هي فيها الحجر الصحي واللي بتعالج الوباء. ده صحيح. الرامدزيفير كانت النتائج بتاعته جيده حتى الان، يعني هو قلل الستي بتاع المستشفى او المكوث في المستشفى ده 5 ايام اقل. طبعا احنا كل يوم اقل في الرعايه المركزه ده بيرفلكت او بينعكس على حياه المريض بعد ما يطلع. اكيد. فده النتائج بتاعته حتى الان جيده، بس لسه محتاجين عليه دراسات سريه. دراسات سريه موجوده حاليا في امريكا، ومصر برضو عندها حالات دراسات سريه. ولسه في البروتوكول عندنا احنا مكملين في الهيدروكسيكلوروكوين. برضه نقول للناس هو ما توقفش ولا حاجه، وكان في تقارير بتتراجع في منظمه الصحه العالميه، وحتى الان ما فيش عليه اي مشاكل يعني. وده اللي موجود عندنا في البروتوكول وجايب نتائج جيده، ليست ممتازه لكن جيده. طب على بركه الله نامل ان على نهايه الاسبوع القادم وبدايه الاسبوع اللي بعده تكون الغمه يعني انتهت، وتكون ضيف عزيز علينا في الاستوديو، وتكون يعني كورونا ديت سحبت صيف وعدت على خير ان شاء الله. وكله في ايدينا ان شاء الله، يعني احنا بامر الله فعلا على طول نحافظ على الكمامات ان شاء الله هنكسر الموجه الاولى دي باذن الله. بامر الله. متشكرين جدا يا دكتور، وعلى وعد بلقاء قريبا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. تحياتي. تحياتي يا فندم. من عجائب كورونا برضو ان لقينا بنجلاديش بتعالج كورونا دلوقتي باليوجا، وبعض الدول الاخرى بتعالجها بالاعشاب، ودول تانية زي الهند رغم تعداد سكانها بيتعدى 1.3 مليار نسمة اصبح عندها عجز بسبب الحجر وخوف الناس انها تخرج للشوارع. كورونا هو وباء. ندعو الله جميعا انه ينقذنا منه ويعدي على خير. والازمات بتفرز اشياء كتيرة جدا، فمن هذه الازمة بان معدن المصريين، ولقينا احد الناس من الخير المصري الحقيقي من ابناء المنيا، بدأ يفكر في مبادرة وسموها مبادرة الخير في إحدى المراكز. والمركز دوت بيضم حوالي 600,000 نسمة، منهم 200,000 مقيدين في الجداول الانتخابية، يعني ناس ليها صوت، عندها وعي، عندها حس وطني. بدأوا يشاركوا بالمجهود الذاتي وبالتبرعات علشان يعملوا مستشفى ويعملوا منظومة جديدة للخير. وهنحاول ناخدهم معانا على الهوى بعد قليل ونتكلم معاهم ونشوف قصة المبادرة بتاعتهم. بعد كده هنبدأ نتكلم عن
آخر المستجدات بتاعتنا وما يحدث الآن على الساحة الدولية اللي جميعنا بنشاهد التلفزيون وبنشاهد القنوات الفضائية وشايفين اللي بيحصل في أمريكا وشرارة صغيرة مجرد مقتل جورج فلويد قلب أمريكا رأسا على عقب. أكتر من أسبوعين دلوقتي المظاهرات، التدمير، السرقات، رعبة ترامب رغم أنه طلع ومسك الإنجيل ووقف قدام الكنيسة المجاورة للبيت الأبيض، إلا أن كل ده ما منعش المظاهرات أنها تفضل وتستمر ضد العنصرية وضد التوحش الإمبريالي والرأسمالية. لو نرجع لورا شوية، أمريكا هي اللي زرعت الفوضى الخلاقة في العالم كله، أو ما يسمى بالفوضى الخلاقة لأن ما فيش فوضى خلاقة، وخاصة منطقة الشرق الأوسط. وحسب المثل الدارج بتاعنا، طباخ السم بيدوقه، فهم مش بيدوقوه دلوقتي، ده بيتجرعوه. وانقلب السحر على الساحر. والنهاردة ومبارح المظاهرات في انجلترا ليس لها حدود، أيضا بسبب العنصرية وبسبب كوفيد-19 وفشلهم الزريع في أنهم قدام وباء من صنعهم مش قادرين يسيطروا عليه. طبعا الغرض السياسي الخفي وراء دوت هو كان زرع الشريحة في كل شعوب العالم اللي نادى بيها بالجيتس، والسيطرة على الناس، يا إما تموت من الأوبئة يا إما تبقى مسخة، تبقى أداة، تبقى متحكمين فيك، في حساباتك في البنك، في حياتك، في فكرك، في تصرفاتك، في كل شيء. لكن بالفعل انقلب السحر على الساحر. وأمريكا دلوقتي احنا مش بنشمت ولا حاجة، بس بنقول ايه، اهم بيدوقوا اللي دوقوه لشعوبنا، وهم بيعتبروا نفسهم هم وشعوبهم يعني يفوقوا العالم كله، ان هم العالم الاول والمثقفين والحريات وغيره. اصبح بانت حقيقة الحريات عندهم، وما سمعناش بقى اي حاجة من المنظمات اياها بتاعت ويتش هايرس وحقوق الانسان واللي كانوا دوشنا بيها والديمقراطية وما شابه. نزلوا الجيش علشان يعملوا عملية قمع للناس. المنظر اللي شدني قوي، وياريت يا جماعة لو معانا الفيديو دوت نعرضه، تمثال جورج بوش، جورج الأب اللي أسس أمريكا، بيهدوه ويوقعوه ويكسروه ويتبولوا عليه ويضربوه بالأحذية، زي ما حصل مع صدام حسين عند احتلال العراق، تمثال صدام حسين. ودارت الدوائر عليهم. هم طبعا كانوا غازيين وكانوا محتلين، إلا أني الأمر هنا وكان بأيديهم لما وقعوا تمثال صدام وجابوا ونش وعلقوه. لا، ده من أبنائهم سلطة عليهم. أمور كثيرة ومتعددة. وعن المبادرة والإرهاب الدائر في المنطقة معانا سيادة اللواء إيهاب يوسف، الدكتور والخبير في مكافحة الإرهاب. مساء الخير يا سيادة اللواء. ألو، مساء الخير دكتور ناصر، تحياتي لحضرتك. إزيك يا سيادة اللواء، أخبار معليك إيه؟ لا الشرف أنا معك. الله يكرمك، الله يخليك يا سيادة اللواء. عايزين نسألك حوالين التداعيات، ما يحدث على الساحة الإقليمية الآن، والمبادرة المصرية الليبية، شايفها إزاي والدنيا راحة بينا على فين؟ خليني في البداية أقول إن إحنا مصر النهاردة يعني بتمر عليها 6 سنين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فترة عصيبة جدا مرينا فيها في 2013. حجم التحديات الداخلية والخارجية اللي بتمر حوالينا ضخمة جدا. الاقتصاد بتاعنا في 2013 كان منهار، الحالة الأمنية كانت منهارة، الأمن الداخلي كان منهار،
كل ده احنا بنسترجعه النهارده بعد 6 سنين وبنشوف التحديات الجديده اللي موجوده. نعم. للاسف بعد ثوره 2011 واللي حصل فيما يطلق عليه الربيع العربي في الشرق الاوسط، كلنا عارفين اللي حصل في ليبيا بالذات وتدخل هناك وعمليات التسليح اللي تمت للافراد في الشارع، فتح مخازن السلاح بتاع الجيش الليبي، الناتو ترك مجموعه من الاسلحه هناك وساب القبائل تتنحر وتتصارع فيما بينها. نعم. ده كانت نتيجته اللي احنا شايفينه لحد النهارده. يعني مصر الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى 2011 2013 قدرت تعدي للي احنا شايفينه النهارده من عمليات بنيه تحتيه واعاده بناء الاقتصاد المصري. المواطن المصري شاعر بامان وبامن بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومجهود رجاله كثيره ضحت بارواحها عشان نقدر نوصل اللي احنا فيه. في الوقت الشقيقه ليبيا ما زالت بتمر بصراعات ضخمه جدا وتنحرات قبليه هناك نتج عنها عمليات اللي احنا شايفينها مع عمليات الاغتيال وعدم الاستقرار. ده بلا شك بيهمنا جدا كمصريين من ناحيه ان ليبيا الموجودين فيها اشقاء اعزاء بيهمنا جدا حمايتهم، وفي نفس الوقت ده مردود للامن القومي المصري لان احنا على حدود مع ليبيا. نعم. مع استمرار الصراع هناك كان لازم مصر تتدخل وتحاول انها تحط حد لده، خصوصا مع التدخل التركي اللي احنا كلنا شايفينه بقاله اكثر من 6 شهور وتدفق الاسلحه وتدفق المقاتلين المرتزقه من سواء كنا بنتكلم على الجيش التركي او المرتزقه اللي بيتم تصديرها من سوريا الى ليبيا. لا وبقايا النصره وداعش بالظبط اللي كان بيحتضنهم وبيعالجهم في مستشفياته ومستشفيات اسرائيل. طب كل ده في ذهن المواطنين وفي ذهن الناس وبتحاول تشوف ايه الحلول، وفي نفس الوقت كقياده سياسيه النهارده اخذت مبادره بعتقد انها مهمه جدا ويمكن العالم كله اشاد بيها وابتدى يساند فيها، اللي هي دعوه رئيس البرلمان الليبي ورئيس قائد القوات الليبيه لحوار نتج عنه مجموعه من القرارات بنعتقد انها غايه في الاهميه، واهمها هو نزع السلاح ووقف عمليات اطلاق النار وبدايه حلول سياسيه على الارض في ليبيا. نعم. في مجموعه كبيره جدا من الدول ساندت ده، الامم المتحده ابتدت تشير من بعيد انها هتساند هذه المبادره، طبعا بنتمنى انها تاخد حيز التنفيذ ما تبقاش مجرد مساندات يعني انشائيه او مجرد كلام مرسل ما بنتقش عنه عمل على الارض، لان مصر مش هتسمح ان الوضع يستمر هناك اكثر من كده بهذه الصوره. ده من ناحيه تدخل التركي اللي موجود هناك مش مقبول من الناحيه الدوليه، وفي نفس الوقت على المجتمع الدولي ان هو ياخد مكانته لحمايه المواطنين الليبيين وحمايه ثرواتهم وحمايه حياتهم. خصوصا ان مش هنسمح كلنا ان هذه البقره تتحول الى سوريا جديده يحدث فيها هذه الثروات. ما انا كنت لسه كنت هقطع سيادتك واقول لك ان اللي بيخطط لهذا الامر واللي يبص على كل القنوات الفضائيه هيلاقي ان اهالي سرت كلهم بكل طوائفهم ومحافظاتهم ومراكزها رافضين هذا الامر وبيتنصلوا منه وبيهاجموا الاحتلال العثماني التركي، ولكن طبعا البعض مش قادر يفهم ان اردوغان هو السكرتير العام للتنظيم الدولي للاخوان وان حكومة الوفاق هي حكومة اخوانية وان اللي بيتعمل دوت كبديل الاخوان عايزه تاخد اي وطن بديل علشان ترجع تبص علينا براسها تاني كالافاعي. اعتقد كلام حضرتك مظبوط جدا من الناحيه التحليليه والاستراتيجيه، انما اعتقد عودتهم تاني للساحه السياسيه اصبح شيء يمكن ما يتمش في خلال ال100 سنه اللي جايه. نعم. النهارده في تحركات في ليبيا، الوقف اللي بيحصل ده خصوصا مع تصريحات السراجه اللي تمت من تركيا. نعم. واحد اثنين، تونس وهي الشقيقه الاخرى على الجانب الاخر من ليبيا، النهارده في تحرك ضخم جدا ضد حزب النهضه هناك والغنوشي لان التحركات اللي بيعملوها لانه اتكشف انه بيتامر على تونس وبيتكلم باسم رئيس الدوله وباسم الشعب وهو غير بالضبط. مفوض عن هذا يعني بالظبط. فالساحه السياسيه بالنسبه للاخوان ما عادتش موجوده بعتقد في الشرق الاوسط كله، وبالعكس يمكن في دول كتير من الدول الاوروبيه وامريكا ابتدت ترفض تواجدهم. ما هو امريكا تدخلت وباركت بالمبادره هي وروسيا وباقي الدول لان المصالح تتصالح، لان لو ده حصل في ليبيا واستمر الامر
الاسعار البترول هتنخفض ويصل البرميل ل5 دولار، ففي الحاله دي هم اللي خسرانين لانهم اكبر منتجي البترول وخاصه البترول الصخري. فعشان كده بدروا بالموافقه على المبادره المصريه، لان المبادره المصريه ما بتبصش للمصالح قد ما بتبص للاشقاء الليبيين والعمق الاستراتيجي والامن القومي. بالظبط الحقيقه تفضلت بيه مظبوط جدا، فضلا عن ده ان وجود البترول في ايدين الارهابيين بهذه الكثافه ممكن جدا ان هو يحقق لهم طفره ماليه، ومجرد ما توفرت ايديهم الطفره الماليه هيبتدوا يتوجهوا بالعمليات الارهابيه بتاعتهم مش بس في شمال افريقيا ولكن هيتجهوا لاوروبا. اوروبا في 2013 ما كانتش بتتعاون معانا في مكافحه الارهاب تحت مظله ان الارهاب بعيد عننا فاحنا مش هنشغل دماغنا بيه. نعم. لما ابتدوا يشعروا بالعمليات الارهابيه اللي حصلت في قلب اوروبا ابتدوا يشعروا ان لا لازم تحصل تعاون، ويمكن ده سبب اخر لعمليات المسانده اللي بتتم النهارده للمبادره المصريه. نعم. بس اللي احنا بنتمناه ان يستمر الضغط المصري من ناحيه دبلوماسيه عشان نقدر نضغط على المجتمع الدولي لياخد مبادره حقيقيه ويبتدي يجمع هؤلاء الدول او هؤلاء الاشخاص لتفاوض على الارض فعلا يحقق منه النتيجه اللي احنا بنرجوها زي ما حضرتك تفضلت لحمايه الشعب الليبي. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه علينا ان احنا نبص بصوره عامه لو احنا بنقيم الوضع اللي مصر موجوده فيه، وكان ليا شرف الحديث مع حضرتك على عمليات الارهاب اللي ما زالت بتتم في سيناء بدعم من مجموعات خارجه يمكن منها حماس ومنها مجموعات ثانيه، ما زال امداد بالسلاح موجود لسيناء للارهابيين هناك، ما زال التدفق الارهابي موجود هناك، وده بيحط عجب كبير على الابطال اللي موجودين على خط الدفاع الاول في مكافحتهم للارهاب والتصدي بارواحهم لحمايه الشعب المصري. ربنا معاهم، ربنا معاهم. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعين القياده السياسيه ويعين كل متخذ القرار في مصر، لان فعلا المرحله مرحله يعني قويه والتحديات فيها جسام، والقرارات اللي محتاجه تتاخد سواء كنا بنتكلم على سد النهضه، بنتكلم على سيلة، بنتكلم على الحدود الغربيه، كل الحاجات دي لا، والناس الناس كمان مش قادره تفهم ان فعلا يدي بتحمل السلاح ويدي بتبني. يعني برغم ان احنا في حاله حرب بقالنا اكتر من 4-5 سنوات على الحدود ومع الارهاب ومع معركه سد النهضه ومع السياحه، والى ان البلد بتنمو والحركه بتاعت البناء شغاله وعجله الانتاج شغاله، وما حسيناش باللي حست بيه دول اغنى مننا بكتير. بضيف على الكلام اللي حضرتك قلته، ومعانا في التحدي الجديد اللي جاي يعني في الفتره الاخيره تحدي كورونا، دول كتير اتاثرت بيه من الناحيه الاقتصاديه، مصر طبعا اتاثرت وممكن ده لاحظناه في تراجع الاحتياطي النقدي، ولكن نعم. التاثير اللي حصل على مصر اقل بكتير من لا دول عظمى يا بيه وقعت. بالظبط، فاحنا الحمد لله عشان قدرنا نعدي فتره الازمه الاقتصاديه، وقدرنا ان احنا لحد ما الحكومه والقياده السياسيه انها تظبط الايقاع السياسي والاقطاع الاقتصادي في مصر، قدرنا نعدي شويه من الازمه دي. ولكن ده بيحط عبء كبير على المواطنين، يعني زي ما كنا بنتكلم على خطوط الدفاع الاولى اللي موجوده ضد الارهاب، علينا ان احنا نتكلم على خطوط الدفاع الاولى اللي موجوده من الكتائب البيضاء في مواجهه كورونا، وعلى المواطن العادي ان هو يبذل اقصى جهد بالنسبه له ان هو يحاول يقدم الرساله بتاعته. كل واحد مننا موجود على ارض مصر عنده رساله من اصغر واحد لاكبر واحد، وبالتالي علينا ان احنا نعمل شغلنا بما يرضي الله، نحافظ على ثروات البلد، نحاول ان احنا نقصد في المصروفات بتاعتنا وفي الاستهلاك بتاعنا لحد ما نعدي الازمه دي على خير باذن الله. باذن الله. سؤال اخير يا ست اللواء وليس باخر، بتعلق على اللي بيحصل في امريكا حاليا بايه اللي صدرت الفوضى للعالم كله واصبحت تعاني منها الان، وعلى على المثل الدارج كده طباخ السم بيدوقه. هو يعني اللي حصل في امريكا بصراحه كلنا بنقف قدامه للتحليل من كذا ناحيه. التعامل الامني كان بمنتهى الغلظه مع الشخص اللي توفى، ويمكن لو حصل ده في اي دوله من دول الثاني الدول العالم ده رقم 1253 من اخواننا، او لانه هو اخونا في الانسانيه ذو البشره طبعاً. السوداء ده رقم 1253 بيموت بنفس الطريقه من قبل الشرطه. بالظبط، كنت سامع حضرتك وعجبك تتكلم في المقدمه بتاعتك على جمعيات حقوق الانسان والمنظمات الدوليه
للاسف ما سمعناش حد لا 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 هذا الحادث ولا اهتموا بالضبط. يعني لو كان ده حصل في اي دوله ثانيه كان لنا نحن نتخيل حجم الاهانات اللي كانت هذه الدوله هتوصل لها. لا وكانوا هيجوا لك ويبعتوا لك اعضاء من البرلمانات والامم المتحده ومجلس الامن بالضبط. احنا طبعا في النهايه بنتمنى السلامه للجميع وبنتمنى ان العمليه تستقر، ولكن النهارده ابتدوا يتكلموا على اعاده هيكله جهاز الامن في امريكا. الكونجرس الامريكي النهارده تلقى مقترح من الديمقراطيين بقوانين جديده تنظم عمل اجهزه الامن داخل الدوله. كل ده مهم جدا، واعتقد ان مصر عندها خبرات مهمه جدا في هذا المجال، لو حبوا ان هم يستعينوا بيها اعتقد ان احنا مش هنبخل عليهم بيها. يعني اوضح ليك بس حاجه ممكن تكون انت عارفها وغايبه عنك، ان اللي درب الشرطه الامريكيه عناصر من الشرطه الاسرائيليه وهي اللي دربتهم على العنصرية، وده باعترافهم وباعتراف الديمقراطيين. للأسف هي فكرة العنصرية والعنف الزايد من أجهزة الأمن اللي حصلت مع الإخوة ذو البشرة السمراء زي ما حضرتك تفضلت، يعني غير مقبولة وغير مستحبة. ويمكن حتى شفنا بعض المواطنين، شفنا الراجل عنده 75 سنة برغم ان هو ابيض البشره ولكن تعاملوا معاه بغلظه ودخل المستشفى في العنايه المركزه دلوقتي وحتى ما حبوش يسعفوه. فهذا النهج في التعامل ونزول القوات المسلحه وعدم اداره الازمه بصوره احترافيه من قبل القياده السياسيه في امريكا فجر الموضوع زياده، ويمكن الفتره اللي جايه هنشهد فيها تحركات ثانيه. ده حضرتك اندل فبيدل على ان كلمه الديمقراطيه وحقوق الانسان والكلام ده كلها كانت شعارات بيتشدقوا بيها وبيصدروها لنا علشان يبقى مدخل لتدمير المنطقة وشعوب المنطقة. بالضبط. ربنا يعني يعدي الأزمات دي كلها على خير ويحفظ الإنسانية كلها زي ما حضرتك تفضلت. ولو بنخصص بنتكلم على بلدنا وعلى الشرق الأوسط ونعدي الأزمات دي على خير ونقدر نستعيد مكانتنا تاني. ومصر أعتقد بالمبادرة اللي خدتها في الاتجاه الليبي خدت خطوة مهمة جدا عشان تستعيد الامن في المنطقه كلها باذن الرحمن. باذن الله. بنشكر سيادتك يا سياده اللواء وعلى وعد بلقاء قريبا باذن الله. انا الشرف ان شاء الله. ربنا يخليك، تحياتي ومتشكرين ليك. اتفضل معليك. الامر جد خطير، وبنجد ان الامور كل يوم في تواتر وعجلة الانتاج في مصر الحمد لله رغم كل التداعيات وكل الصعوبات وكل التحديات اللي بتقابلنا، الا ان لدينا قيادة سياسية واعية جدا وموظفة الامور بشكل كويس جدا وعارفة تفصل ما بين الاوراق، ما فيش خلط بين الاوراق. وبالفعل اللي كل في مجاله يعمل كعقارب الساعة بانتظام شديد جدا وانتاجية عالية جدا. نجد على مستوى الطرق والمحاور والكباري الجديدة شغل بسم الله ما شاء الله، يعني تاتش هود نمسك الخشب. على المجال الزراعي هناك طفرة غير عادية بتحدث الآن في سيناء. كنا بنبشر بأن هناك في 500 ألف فدان، النهاردة المستهدف 800 ألف فدان في سيناء. اتعملت لهم 90% من البنية الأساسية، اتبنت بيوت بطريقة البيوت السيناوية، اتعملت أبار، تم افتتاح محطة التحلية اللي في الحسكة اللي هتحلي مياه الصرف الزراعي وتعيدها وتدورها لأنها تصلح للري مرة أخرى باختلاطها بماء النيل. عجلة الإنتاج شغالة بشكل سريع جدا، البعض ما بيلقيش عليها الضوء كما يجب، لكن في خضم الأحداث الكتيرة والتداعيات والتحديات بيسقط مننا بعض الأشياء، ولكن هناك جنود يعملون ليل نهار في هذه المجالات. كان النهاردة في كان النهاردة في ندوة في جامعة القاهرة وحضرها الزميل إسلام كمال رئيس تحرير التنفيذي لروزر يوسف، وهيقول لنا
يعني اخر المستجدات اللي وصلوا لها ايه. مساء الخير يا استاذ اسلام. يا دكتور مساء الخير، ازاي صحت معاليك يا حبيبي؟ الله يخليك الله يخليك، بنشرف فيك دائما يا استاذ اسلام. الله يكرمك يا فندم، شكرا جزيلا. الله يخليك. اخر التداعيات الندوه بتاعت النهارده، وانا كنت شايفك يعني كاتب عنها كلام جميل على الفيس، فياريت توضح لنا ايه اللي حصل تمام. فيها الندوة كانت بتتعلق بفكرة الاستثمار في سيناء اللي هو أصبح هدف عجول للدولة المصرية وكمان الجبهة الداخلية. الندوة تمت بالتنسيق بين جامعة القاهرة والتلفزيون المصري وكلية الزراعة في جامعة القاهرة، وكان فيها ممثلين لرجال أعمال وممثلين لعلماء وممثلين لإعلاميين وصحفيين، وكنا بنتكلم على فكرة الفكرة الأساسية هي مشروع العشر أفدنة اللي من المفروض إن شاء الله يعني يتم توزيعه في وقت لاحق، وكمان قريبا بإذن الله. هي البيوت اتبنت بالفعل ليهم هناك، والأرض استصلحت والبنية الأساسية خلصت، وبالفعل الأبيار كمان اتعملت وبدأت تضخ مياه. طيب هايل، هو ده اللي احنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة، إن ازاي نستخدم تكنيكال متقدمة في الري عشان ما نضيعش المية اللي عندنا في يعني تكنولوجيات قديمة في الري. يعني ما وأكدنا على فكرة ان السعودية كان ليها تجربة سلبية في هذا الإطار بعد 20 سنة تقريبا من زراعتها القمح بالمية الجوفية، ضيعت كل مخزون المية الجوفية بتاعها وبدأت تلجأ إلى بعد كده التحلية. مياه التحلية من البحر، كلام مكلف جدا. نعم. عشان كده احنا قلنا نستفيد من كل ما هو متقدم في الإطار دوت، وكمان ناخد بالنا ان اي استفادة في مبالغ فيها من النيل في سيناء ممكن اثيوبيا تستغلها ضدنا في المحافل الدولية، وتقول ان المصريين بيعملوا مشروعات تطلع اكتر من الحصة المائية بتاعتهم وممكن تستغل بشكل او باخر. فقلنا لازم تبقى الامور عينينا واسعة اكتر، واحنا بناخد بالنا في التعامل مع ملف زي دوت، وناخد بالنا من الامور الداخلية والامور الخارجية. ودعينا برضو لنفس في الاطار دوت لفكرة اهم، وهي ان اي حد لازم يتقدر في البداية هم اهل سيناء، قبل ما حتى الشباب بتوع العمق المصري يدخلوا عليهم، لازم كل الشباب من اهل سيناء هم اللي يتقدروا الاول، وهم اللي ياخدوا الاول في المشروع، وبعد ما هم يعني يخلصوا يبقوا بالبلدي كده بالكلام الشعبي يعني يبقوا مرضيين بشكل كبير، نجيب بعد كده من شباب العمق المصري، عشان اهل البلد لازم يتقدروا على معاناتهم وعلى وطبعا دي برضو في الاخر يعني هم بيعتبروها ارضهم بشكل مباشر، عشان تتحول البيئه الى بيئه ايجابيه بدل ما هي تبقى بيئه معاديه، والمشروع ممكن يتاثر بشكل او باخر، لازم الناس دي تتقدر على كل تضحياتهم، وهم طبعا الخط الاول وخط الدفاع الاول في سيناء طوال التاريخ، مش دلوقتي مش الايام دي بس. يعني يعني انت كلامك طيب وجميل، بس على فكره القياده السياسيه كانت اوصت بالكلام ده بالفعل والله يا استاذ اسلام، ومحطوط في الحسبان. وحتى البيوت اللي اتبنت هناك اتبنت على الطراز السيناوي اللي هو عباره عن بيت على مساحه 250 متر، وبقيه الالف متر حوش كبير محطوط فيه سور، وقريب من نسبه العشر فدادين اللي هياخدهم، وزراعه بالتنقيط، والميه اللي راحت هناك مياه اللي هي مياه الصرف الزراعي بتاع الوجه بحري كله وبحر البقر، وبيتم تحليته في محطه الحسكه، وبيعاد تدويره علشان الزراعه مره تانية. طب هاي لو واضح ان حضرتك عندك خلفيه كبيره جدا بالموضوع، وده معهود على حضرتك يعني، وممكن حتى كمان حضرتك طبعا يبقى عندك فكرة على فكرة شبكة النقل اللي معمولة والربط بالمواني عشان كل الانتاجات ان شاء الله اللي تطلع تبقى جاهزة للتصدير.
وانا كنت بصراحه ركزت في كلمتي على المطالبه بان دي منطقه بكر والاراضي هناك بكر، فممكن بمنتهى البساطه ان احنا نقترح ان الشغل اللي هناك اللي يبقى كله اورجانيك، لان احنا يا دكتور للاسف عندنا نسبه الاورجانيك في مصر قليله جدا، قليلة جدا. واوروبا والغرب عموما بيستخدم الزرع الاورجانيك ده، وبياخده وبيشتريه باضعاف اضعاف الزرع العادي، ممكن توصل ال 15 ضعف، فدوت يحقق لك ربحيه كبيره ويفرح الشباب اللي هم داخلين في الشغل، ان هو هيلاقي مردود قبل يعني من الاول، يعني حتى تعبه هيلاقيه على طول. والمفاجاه كمان ان احنا في افريقيا كلها ما فيش الا تونس وتنزانيا واوغندا واثيوبيا هم اللي عندهم الزراعه الاورجانيك بشكل كبير، احنا عندنا للاسف اجتهادات فرديه بس. فبالتالي لو عملنا ده طبعا كمان بالاضافه لفكره بمناسبة الاكل. الخير اللي انت بتقوله دوت، هستسمح معاليك وانا اتمنى انك تفضل معانا، علشان معانا اخونا الاستاذ معتز، ده عضو مجلس شعب سابق ومن مبادرة الخير اللي تحدثنا عنها منذ دقائق، وتجربة يعني يعني يجب إلقاء الضوء عليها، وأتمنى أنها تتعمم في كل محافظات ومراكز مصر. أستاذ معتز أهلا بيك. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ إزاي أخبارك، عامل إيه؟ كل سنة وحضرتك طيب وأنت طيب يا حبيبي، كله بخير إن شاء الله. الله يخليك الله يخليك. احكي لنا بقى عن المبادرة اللي أنت هتعملها. نعم الصوت مش سامع أنا أوي. بقول لحضرتك يا ريت تكلمنا عن المبادرة اللي انت، مبادرة الخير اللي فجرتها عندكم أزمة كورونا. تمام يا فندم تمام. هو يا فندم بعد إذنك، هي المبادرة يعني من نظرتي أنا هتبقى مبادرة كويسة لكل مركز من مراكز الجمهورية كلها. نعم. إحنا طبعًا عندنا محافظ محترم جدًا، بنشكر القيادة السياسية على اختياره، راجل شغال كويس جدًا، بيتواجد طول فترة اليوم في كل المستشفيات بصراحة. أنا شايف إن الضغط كله ماشي على الحكومة، مش كل حاجة الحكومة لازم تعملها. لا، هو سيادة اللواء أسامة القاضي على فكرة من الناس اللي يعني مشهود لهم بالجهد غير عادي. فدي أنا شهادتي فيه مجروحة عشان هو المحافظ بتاعنا، فهو لا راجل لا لا. أنا شايف منه كل خير. الراجل بصراحة ما بيسيبش حاجة في الموضوع بتاع كورونا ده إلا متواجد فيه في كل وقت، مش خايف على نفسه. الراجل بينزل من مكتبه وشغال ميداني في كل وقت. المبادرة بتاعتكم يا أستاذ معتز، أنت قلت لي خاصة بالمركز بتاعكم، صح؟ اللي هي يا فندم مش سامع حضرتك؟ المبادرة خاصة بالمركز اللي أنت بتنتمي إليه في المحافظة. أنا حضرتك من مركز مطاي. مطاي طبعا كنت قبل كده كنت عضو مجلس الشعب في المركز. أنا دلوقتي فكرت الفكرة، قلت ده عشان الضغط ما يبقاش على المحافظة على طول. نعم. وانا عارف ان السيد المحافظ عمل حساب للمحافظه كلها للتبرع. نعم. احنا قلنا ان الموضوع ده هيسهل على الناس اكتر، كل مركز بيبقى عارف مين اللي موجودين فيه ومين الناس اللي هي مقتدره تقدر تتبرع، وكل اهل البلد حتى والله الناس الصغيره الناس البسيطه عاوزه تتبرع بمبالغ بسيطه بس تبقى شاركت في العمل المجتمعي. طب ده كلام جميل. انا قلت لو عملنا صندوق نسميه صندوق الأزمات الصحة بالنسبة لكورونا في كل مركز. نعم. أنا بدأت بمركز مطاي، بدأت بيه لعمل صندوق، هنستأذن السيد المحافظ عشان ناخد رقم حساب في مركز مطاي بس، لمركز مطاي تحديدا. وأنا تبرعت بمبلغ بسيط في الأول، وقلت إن أنا بعد كده هستكمل التبرعات فيه، تبرعت ب 100,000 جنيه لبناء الصندوق يعني. نعم. وقلت بعد كده إن شاء الله بإذن الله هنستكمل فيه التبرعات، وانا كل التليفونات اللي بتجيلي من اهلي من مطاي وكل الناس اللي بتقابلني بتقول ان احنا عايزين نتبرع وعايزين فتح الحساب عشان خاطر كل واحد عايز يتبرع باللي يقدر عليه. جميل. عندي ناس مستثمرين. المستهدف هيبقى قد ايه يا استاذ معتز؟ والله احنا اول حاجه مستهدف ان هو يبقى 5 مليون في اول مرحله. نعم. وبعد كده بعد ما نشتغل عليهم وان شاء الله باذن الله المركز يبقى فيه شاف شغل كويس، نبدا نستهدف مبلغ تاني وتاني، ونساعد مع الدوله في كل مركز على حسب. طيب الهدف الرئيسي للصندوق ومبادرة الخير، هل هي مجرد إعانات للمتضررين من الأزمة، ولا ناويين تعملوا مستشفى بالفعل؟ المبادرة تحديدا معمولة لفيروس كورونا. انت عارف حضرتك ان هو بدأ يزيد
المرضى دلوقتي موجودين في كل مركز. احنا محتاجين ان احنا يبقى في تنسيق بيننا وبين الصحة. نعم. المجتمع المدني عاوز يساعد. كل الحاجات الموجودة طبعا الحكومة بتوفر كل اللي تقدر عليه. الحاجات الناقصة كمامات يعني كل ما يشمل الرعاية الصحية. كل ما يشمل الرعاية الصحية سواء في المستشفى او المحافظ عمل مبادرة جميلة جدا وادانا عمارتين. ماشي ماشي ماشي. جمعنا فيهم كل الناس اللي هي بتبقى مشتبه في الحاله بتاعتهم. بصراحه المحافظ ساعدنا فيهم كتير وفرشهم، واحنا بناء على كده عايزين نستكمل مع السيد المحافظ الموضوع ده في كل مركز. انا بتكلم على مركزي يا استاذ معتز. انت من حظك ان معانا الاستاذ اسلام كمال رئيس تحرير التنفيذي لروزر يوسف، واسفين يا استاذ اسلام على ان 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 عملنا مداخله معاك، بس انا كنت اقصد انك تسمع المبادره الخير ديت ونسمع رأيك فيها، ولو ليك سؤال عند الأستاذ معتز يا ريت تسأله له. لا دي أولا مبادرة جيدة، وفكرة التفاعل مع وأنا بس مش سامع الصوت بعدين حضرتك لو غيرت الأهمية. نعم. وأتمنى إن هم يوسعوا، ولو عايزين مثلا يكون فيهم مثلا ليهم صفحة أو جروب يعملوا عليها من خلالها تبرعات أو من خلالها عمل تطوعي يكبروا الفريق بتاعهم. هو الأستاذ معتز بالفعل بيقول لك عمل الصندوق وعمل المبادرة والناس اجتمعوا معاه ولف يعني فيها كل شرائح المجتمع، حتى الناس البسطاء بيساهموا فيها من دلوقتي. طيب هايل والله. وبيقول لك ان المستهدف بتاعهم هيبقى في حدود 5 مليون في خلال شهر، فده يعني شيء جيد جدا. ربنا يعين. ايوه يا استاذ معتز. ايوه احنا بس عايزين نبدا الموضوع بفتح باب، فتح الحساب داخل المركز عشان تبدا الناس تتبرع. نعم. لان حضرتك التليفونات اللي بتجيني كلها ان احنا عايزين رقم الحساب عشان نبدا نتبرع عليه. طيب ما هو رقم الحساب ده تقدر يوفره لك يا وكيل الوزاره بتاع الصحه في محافظه المنيا او السيد المحافظ. طبعا احنا بنتكلم السيد المحافظ عشان هو اب للبلد للمحافظه كلها، وهو اللي بيذلل كل حاجه، فاحنا بنناشد المحافظ تحديدا. استاذ المحافظ راجل متفاهم جدا، وانا عارف ان هو هيقدر ان هو ان شاء الله باذن الله يعمل لنا الحاجه دي في كل مركز عشان نبدا نتبرع عليها. خلاص احنا على وعد بلقاء الحلقه القادمه، وهنعمل مداخله مع سياده المحافظ اسامه القاضي، وباذن الله من غير مقاطعه. يعني انا واثق جدا ان هذا الرجل الخير اللي جواه والجهد اللي بيأديه هيكون معاكم في هذه المبادرة، وهيساعدكم وهيبقى معاكم قلبا وقالبا بأمر الله. وممكن نشد لكم حتى هنا كمان الجامعات، جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، ان يوفروا لكم دكاترة من الاستشاريين. بنشكركم جميعا. استاذ اسلام معانا لسه ولا قفل؟ استاذ اسلام. طيب يا سيدي، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا يعني الوقت جري بسرعة. كان عندنا حكاوي كتير النهاردة، لكن كان أبرزها المبادرة المصرية الليبية والجهد اللي عملته القيادة السياسية خلال الأيام اللي فاتت، واللي أثنت عليه كل المجتمع الدولي. و رغم ان هم اثنوا عليه من اجل مصالحهم الخاصه، الا اني فدوت فيه خير للشعب الليبي واشقائنا الليبيين وللعمق الاستراتيجي المصري والامن القومي المصري. ثانيا بالنسبه لكورونا، في كل البوادر بتقول ان مبشره وان في طريقها للزوال باذن الله، وان الفترة القادمة لو التزمنا شوية ومسكنا على نفسينا هنصل لبر الامان. ابرز ما في الموضوع ان هذه الازمة خرجت احسن ما في المصريين، بعد ما ثورة او عورة 2011 خرجت اوحش ما في المصريين، هذه الازمة وحدتنا من جديد وخرجت احسن ما في المصريين. وعلى سبيل المثال مبادرة الخير اللي سمعنا جزء منها من أخونا معتز في المنيا. وفي نهاية الأمر لا يسعنا إلا أن نقول لكم حمى الله الوطن وحماة الوطن، ودائما على خير، وتصبحون على خير.